مرحبا بحضراتكم بقى، والفقره الخاصه بيه هنا بنتكلم كره القدم والاهلي تحديدا، واكيد هنروح برضو للمنتخب، ملفات كتيره جدا وتحديات كتيره جدا ومحاور كمان كتيره. خلينا نرحب بس بالاستاذ خالد الاتريبي، رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. صباح الخير. صباح الفل يا نهوان. صباح الخير، دايما منورين. ده نورك، بنسعد بوجودك معانا دايما. وتعالى بقى نبتدي بمباراه الامس، وكيف رايت هذه المباراه؟ رايت المباراه زي ما جماهير النادي الاهلي شافتها، وزي ما لعيبه النادي الاهلي شافوها، وزي ما كل الناس شافتها. اكيد مباراه بعيده شويه عن اللي احنا كنا مستنيينه، بعيده شويه عن المنتظر. انت كنت دايما النادي الاهلي مرشح للفوز، دايما النادي الاهلي بيدور على انه يكون هو اول المجموعه، دايما ما عندناش مباراه تكسب ولا تلعب، دايما بندور على ان فريقنا يظهر بالشكل الكويس، دايما يلعب الكوره بتاعته. انما احيانا بيكون في ايام مش بتاعتك، وكويس جدا لما تلاقي انت اليوم مش بتاعك وما تخسرش، ده كويس جدا. لان الاداء امبارح كان يقول ان الاهلي يخسر، وكان يقول ان انك خرجت باقل الخسائر من المباراه، واحنا لا نختلق مبررات للفريق. انما دي الكوره. انا دايما في تصريح مهم كان بيتقال، قاله فايلر على فكره المدير الفني السابق للنادي الاهلي، كره القدم مش بلاي ستيشن، يعني مش على طول هتكون في افضل مستوياتك. الفريق البطل هو اللي يقدر انه في اليوم الوحش يطلع بأقل الخسائر، شاء من شاء بقى وأبى من أبى. دي الواقعية بالنسبة لي في الكلام. احنا كنا في حاجات كتير ممكن نتفاداها امبارح، في بعض الأخطاء اللي حصلت ما كانش ينفع تحصل، انما في الآخر انت كنت خسران 2-0، قدرت انك في وقت قاتل انك تتعادل. اذا نقدر نقول ان مباراة امبارح زي ما قال قفشة على انستجرام عنده امبارح، ان ما كانش يومنا، ووارد جدا وكان كويس جدا ان احنا نقدر نرجع. انما انا بقول للعيبة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، مش هو ده المنتظر، واحنا هنقاتل علشان نكون في مكاننا الطبيعي، وهو انك بتدافع عن اللقب طبعا. فاكيد ما كناش راضيين عن الاداء، انما الحمد لله ان هي خرجت كده بالنسبة لي وجهة نظري. يعني البعض برضو كان بيشوف استاذ خالد ان لولا ضربة الجزاء برضو ما كانش التعادل جه، يعني دي كانت حاجة كده خدمت الفريق عندنا، لكن ممكن ما كانش فعلا ان احنا نحرز هدف التعادل، وده حقيقي بصراحة. ضربة الجزاء ما هو التوفيق، ربنا ما بيديش التوفيق الا اللي بيستحقه احيانا. يعني مثلا مباراة فيتا كلاب اللي احنا اتعادلنا فيها هنا، وكان اداء بالنسبه لي كان اداء هايل، واهدرنا كم كبير جدا من الفرص. صحيح. انت كنت تستحق انك تكسب المباراه دي، وبالتالي بتترد لك في المباريات اللي زي كده. التوفيق اللي بيغيب عنك في مباريات كتيره، او في بعض المباريات لما بتكون انت افضل وما بتعرفش توصل، بيجي مباريات انت بتكون الاقل في المستوى، وربنا بيسترها معاك زي ما بقول لك. يعني لان ده امبارح تدابير ربنا اللي حصل بصراحه، جزء كبير جدا منه ان توفيق ان ضربه الجزاء تضيع، وانك الشوط الثاني ترجع ويتحسب لك ضربه جزاء هي حقيقيه طبعا، وانك تكون موفق. انما في اوقات لا، اللي احنا خايفين منه، ان احنا خايفين منه واللي دايما بنحذر منه، انك من الممكن والوارد ان الحاله دي تتكرر تاني في اوقات ما ينفعش انك تعوض فيها. احنا اوريدي بقى لنا فتره خالد، يعني ايه ربنا ساترها، يعني عشان انت تستاهل، عشان انت تستحق، ما اختلفناش. بس انا قصدي اقول لك برضو، نرجع ونقول ان دايما بيبقى في توقعات المشاهدين والاهلاويه والجماهير في حد ادنى مطلوب من جوده الاداء، لو ما اتحققتش ما بنقفش بقى كتير على ان احنا ايه، يعني ربنا سترها معانا. بص هو ده اوريدي موجود. بص الفكره كلها واللي حصل بقى، خلينا نتكلم في فنيات شويه. اللي حصل في مباراه امبارح هو انك انت دايما كنا بننتقد، او بعض الناس بينتقدوا موسيماني في عدم ثبات الطريقه والتشكيل. والفترة ما موسيماني استقر على 4-4-2، وقدر انه يقدم اداء كويس جدا قدام فيتا كلاب بره ارضه بنفس الطريقه، محمد شريف ومروان محسن قدام
اللي ساعدك كده احنا هنستدعي شويه مباراه فيتا، لان كان ممكن يكون في ليها محاكاه في مباراه المريخ وده ما حصلش لظروف هنتكلم فيها. فانت ساعدك كده انك قدرت في الدقائق الاولى انك تسجل الهدف الاول، فده بيفوقك، ده بيقول لك الغلبه معاك وان انت تقدر تسيطر وبتهز ثقه الفريق اللي قدامك، فده فتح الامور بالنسبه لك قدام فيتا. ده خلى موسيماني يفكر، طب ليه انا ما ثبتش الطريقه والعب بنفس الطريقه قدام المريخ؟ وقد كان هو لعب بنفس الطريقه قدام المريخ 4-4-2. هنا المفروض من وجهه نظري انك دي بتستخدمها لما بتكون تقدر تستخدم كل الياتك وتقدر تفرض سيطرتك وانت تكون صاحب المبادره وصاحب الهيمنه على الملعب. ده كان في الربع ساعه الاولانيه معانا قدام المريخ حاصل بالمناسبه، واول ربع ساعه تقريبا انا ضيعت 3 فرص يعني فرص واعده. كوره استقبلها محمد شريف في نص الملعب، اداها لمحمد مجدي قفشه على اليمين، ومحمد شريف فتح له داخل منطقه الجزاء، فضل قفشه انه يشوط في جسم المدافع وما يروحش شريف. الفكره كلها انك كان ممكن نفس السيناريو يتطبق في الربع ساعه الاولانيه وتجيب جون وكل الامور كانت بتختلف. اللي حصل ان بعد الربع ساعه الاولى، طبعا انت بتلعب على منصه التسلل، الفريق اللي قدامك عرف ان انت عندك ثغرات في ان محمد قفشه ما بيقومش بادواره الدفاعيه لانه كجناح مش دوره مش طبيعته. ونفس الموضوع اجايه ناحيه الشمال، فهو اخترقك وعزل الدفاع عن منطقه النص عن الهجوم، فاصبح انت في فراغات اللعيبه تقدر تجري فيها، وعشان كده انت لجأت انك تلعب المصات التسلل وانضربت مره في الجون الثاني، وانك يجي فيك هدف بالونه من نص الملعب ومن اثنين المدافعين، برضو ده كان اوت فورم او يعني انت خارج الخدمه بعض اللعيبه شويه، وده وارد. عشان كده هنا انا كنت منتظر من موسيماني في الدقيقه، يعني خلاص طالما انا اتكشفت وال 4-4-2 مش ماشيه معايا، اذا لابد ان انا اغير. كنت منتظر في الشوط الثاني ان يحصل التغيير. هو عمل تغيير ادوات مش تغيير طريقه، وده برضو هيفضل نفس النتائج لان هي نفس الخطه، نفس الخطه المكشوفه اللي هو خلاص انت مخترق من جميع الجهات وبالتالي انت مش عارف تسيطر على المباراه. نرجع نيجي بقى للدقيقه 67. مش هنلحق مش هنلحق يا استاذ، هنلحق نيجي فاصل ونرجع للدقيقه 67، وهنرجع لنقطه انا بصراحه لما اتفرجت شخصيا انا اتضايقت، فكره ان انت يبقى في هجمتين من المريخ والهجمتين بجولين، برضو ده يعني كان غريب على الاهلي. فاصل سريع ونرجع نكمل. وقفنا قبل الفاصل عند الدقيقة 67، استاذ خالد عايز يتكلم تحديدا على الدقيقة دي والتيرن اوفر اللي حصل او يعني تغيير مجرى الاحداث في المباراة. وانا عايزة اروح كمان معاك لفكرة هنا، يعني زي ما كنت بقول احنا عندنا او حصل معانا هجمتين من المريخ وكل هجمة منهم كانت بجول وده مش المعتاد. هل احنا عندنا مشكلة في الدفاع؟ هل يعني في مشكلة ما في التاكتيك؟ عايز افهم برضو انا ده اللي انا بقوله في الاول، انك زي ما قلت ان 4-4-2 هي الطريقه نفسها اتكشفت شويه، اصبح ان في لود كبير جدا على وسط الملعب وعلى محمد. يعني ليه بعض الناس انتقدت اداء محمد هاني امبارح وانا معاهم بالمناسبه؟ لان محمد هاني ما عندوش الوينج اللي يساعده، ما عندوش اللاعب اللي عنده المهام الدفاعيه اللي يساعده. وعلى فكره كمان ايمن اشرف كان متراجع، ولو الناس تفتكر معانا كده يقولوا لي ايه الاوفر اللي افتكروه لمحمد هاني او لايمن اشرف قبل الدقيقه 67 اللي بقول لك عليها، اللي غير فيها موسيماني طريقه اللعب نفسها. لما في الاول اصلا في الشوط الثاني هو فضل نفس الطريقه، بس هو اللي عمله خرج مروان ونزل بواليا وخرج اجاي ونزل طاهر، هي نفس الفكر نفس الاداء مفيش اي اختلاف. اللي حصل ان هو غير طريقه اللعب، فسحب خلى قفشه في نص الملعب وطلع اليو ديانج لانه كان استهلك تماما، لانه هو استهلك والناس تقول لك هو كان متراجع، هو لا، ما هو من كتر الضغط اللي عليه خلاص ما عادش فيه. وبرده عمرو السوليه نفس الكلام، لانه هو الراجل عايز يكون ليه ادوار هجوميه وعايز يكون ليه ادوار دفاعيه، هو معزول لان الثلاث خطوط مليانه فراغات. انت خلاص هو الراجل اكتشف الموضوع، انت عملت ايه؟ خليت تلعب نفس الطريقه بتاعتك اللي هو لعب حسين الشحات ناحيه اليمين وفضل طاهر ناحيه الشمال ومحمد قفشه وتحتيه قفشه
جنب عمرو السوليه ووليد سليمان قدام وبرده المهاجمين قدام. حصل اللي احنا اتكلمنا عليه واللي المفروض انه يحصل في الدقيقه 75. اول عرضيه حصلت لينا كانت من ايمن اشرف اللي راحت لبواليا فاضي تماما بدون اي مضايقات بدون اي حاجه، حط الكره بدماغه فوق العارضه. على فكره هو نفس الجون اللي دخل فينا، بالعكس ده كوره بواليا كانت اسهل من اللي دخل فينا. بس انت لما الفرصه بقى لما بتيجي، هو انا معاك ان المفروض المباريات اللي زي كده بتخلص بانصاف الفرص، بس لازم نقول ان مش كل كره هيروح بها المهاجم هيجيبها جون. الناس بتستنى او مش 90% انا جاي اهو يعني، او بتسامح اللاعب المهاجم اللي بيجيب جونين ويضيع واحده، اجيب واحده ويضيع واحده مثلا. الفكره كلها ان بواليا لسه ما عندوش الرصيد ده عند جماهير النادي الاهلي، هي دي الفكره. ايوه، ما الرصيد هيجي منين يا محمد شريف؟ مثلا اهدر محمد شريف، اهدر كوره كان ممكن يديها لبواليا، هو اختار حل تاني انه يشوط والجون صدها. انما الجماهير شويه مش جايه على شريف، لان يعني شريف عنده رصيد بيجيب ويضيع، عنده تحركات، هي دي الفكره. فبعد كده انت فضلت متقدم وجت ضربه الجزاء، ثم جت العرضيه من ناحيه اليمين من قفشه جبت منها الجون الثاني. الفكره كلها بقى اصبح عندك حركيه على الاطراف مش بس في الهجوم، هات لي الكرات الخطيره اللي بعد دقيقه 67 اللي راحت على الجون بتاعك مفيش. ليه؟ لان خلاص الحاجات اللي هو قضى عليها اللي هو كان بيتقدم من خلالها اللي هو محمد هاني وايمن اشرف، انت بقى عندك اجنحه بتصد التقدم بتاعهم. طب ما كان من بدري يا اكسلانس، هو ده اللي بتكلم اللي يخلينا نستنى للدقيقه 75. هو ده اللي بتكلم فيه بقى، ليه استنى للدقيقه 67؟ ليه؟ الموضوع كان في قراءه واضح جدا من الدقيقه 30 مثلا. من الدقيقه 30 هو انا نفسي في حاجات، بعض الحاجات تتغير، اللي هو استراتيجيه ان انا ما ينفعش اغير الطريقه اللي في مثلا الشوط الثاني، او ما ينفعش ان انا اغير لاعب الا في الشوط الثاني. طب ممكن في لاعب مثلا ما يكونش موفق تماما ويضيع مجهود فرقه، ده مش بتكلم على الاهلي بس، طبعا على الكل. فطب انا ممكن اغير في الدقيقه 30؟ مانويل جوزيه كان بيعمل كده، كان بيغير الدقيقه 25 والدقيقه. بس انا عندي سؤال، مش احنا فضلنا نلعب فتره ب 4-2-3-1 وفتره طويله وكنا بنفوز فيها، يعني كان برضو الخصم ساعتها عارف. لا وكنا برضو ايه الفرق؟ لا الفرق انك تغير الراجل، عارف وقري المدير الفني اللي قدامك، قري ان هي دي طريقتك فاتمرن على دي، اتمرن عليه. طب وده ما حصلش ليه؟ ومرن لعيبته على دي. لا ما حصلش قبل كده، لان المدير الفني ده جديد المريخ. فهو خلاص انت اتعرفت ان دي طريقتك، فاشتغل عليها فتره طويله ونجح انه يوقف خطورتك، والعكس نجح كمان انه يخترق دفاعاتك مره واثنين وثلاثه ويشكل قدامك زحمه قدام منطقه الجزاء بتاعتك. ده اللي كان سبب وانك بيجبر لعيبتك على التراجع، وحتى ان هم يضموا، يعني محمد هاني كان اضطر انه يضم شويه عند منطقه الجزاء دي، اللقطه اللي كان مثلا محمد الشناوي زعق لمحمد هاني فيها لانه اضطر انه يتراجع. انا على فكره عايز محمد هاني، لان الطريقه مش ما كانتش مساعده. الناس هتختلف على الكلام اللي انا بقوله، انما شرح كده الموضوع وشوف محمد هاني مين اللي كان قدامه طول الوقت او طول المسافه الطويله دي انه يساعده. مفيش. بس هل هي يا خالد خطه ام وضع لعيبه في الاماكن الخطا او الصحيحه؟ لا يعني هو لاعب، يعني انا بس علشان اللاعب بيلتزم بالمكان. انا بس عشان اكمل سؤالي، انا برضو ما زلت مش فاهمه الفرق. يعني احنا لعبنا بخطه معينه الدوري اللي فات، الموسم اللي فات، وكسبنا بيها خطط كتيره جدا وكانت مكرره، وكانت الخصم المدير الفني الاخر كان على علم مسبقا ماشي. بس انت تقدر ايه الفرق برضو؟ انا ما زلت مش فاهم. لا القدره ما هو ليه، هو المدير الفني فايدته ايه؟ فايدته ان لما يلاقي طريقه مش عارف يكسب بيها بيغيرها. كويس. يبقى احنا بنتكلم ان 4-4-2 4-4-2 ده اللي مش الخطه الامثل دلوقتي. لا برضو لا مش هو ده اللي المقصود. تمام. كل انت ممكن تبدا بخطه وتحقق كل نتائجك وتغير في النص، قصدك يعني او هي تحقق لحد الاخر كل طب هو منك. فكرك يا خالد ليه ده ما بيحصلش؟ يعني ليه لما يكون يعني خد باله بيتسو موسيماني ان طريقته ما خد باله في ما ده اللي بتكلم عليه، او بكلمك حتى يعني على صعيد اكتر من مباراه سابقه، سيبك كمان من ماتش المريخ امبارح. هل هو يعني ايه ما عندوش مرونه قوي في سرعه اجراء تعديلات على الخطه او حتى تغييرها بالكامل كلما اقتضت الظروف ذلك،
ولا هو بيكون متمسك بخطته وشايف ان شويه العكوسات اللي حاصله دي مأخره شويه ان الخطه تؤتي ثمارها فبيفضل متمسك بيها؟ تعتقد هو بيفكر في النقطه دي ازاي؟ لا هو اصلا طبيعه بيتسو موسيماني اللي احنا عارفينها اللي هو مدير فني بيحب يبني الهجمه من خط الدفاع بتدرج، يبني الهجمه بشكل صحيح ويلعب كره سريعه وعن طريق التمريرات الزايده شويه. انما الفكره كلها ان ممكن يكون الظروف مش مساعداه. مش عايزين ننسى بس حاجه مهمه جدا برضو في مباراه امبارح، اولا مش تغيير الطريقه بس اللي ساهم ان الاهلي يرجع في النتيجه، هدوء او نزول درجه الحراره شويه من الشوط الاول للشوط الثاني. لا الامور هديت شويه، وتراجع اللياقه البدنيه عند فريق المريخ برضه ساهم شويه، وده معناه ان انت فريق عنده مخزون بدني اعلى من فريق المريخ السوداني، وعندك دكه بدلاء قدرت ان هي تقلب الامور شويه، فانت عندك اليات كتيره تقدر تقلب بيها. فعشان بس احنا اتكلمنا في السلبيات لابد انك تتكلم في الايجابيات. الايجابيه المهمه جدا انك على الرغم انك خسران 2-0 وعلى الرغم ان الاداء بتاعك مش مساعدك وعلى الرغم ان في ظروف كتير جدا مش مساعداك، لعيبه جايه من التوقف الدولي، جايه من المنتخبات، ضغط مباريات، كل حاجه، انت قدرت برضو في النهايه ما تخرجش خسران لحد الدقيقه 95. انا بالنسبه لي في حاجه مهمه حابب اقولها، انا المبالغه في تسجيل فرحه تسجيل هدف التعادل ضايقتني شويه. انا على الصعيد الشخصي كواحد اهلاوي يعني، لا انا اكون مبسوط ان انا تعادلت، انما اروح اجري اجيب الكوره واقعد حتى لو فاضل دقيقه عشان اكسب، هي دي الفكره. انما انا شايف ان كان في مبالغه زايده شويه. انا للحظه حسيت ان الماتش خلص على فكره. لا كمان انا ما افرحش بالتعادل، صح، احنا أنا مش عادتنا كده فعلا، ما افرحش طبعا هو ظروف المباراه، ان انا كنت اكون خسران 2-0 واتعادل 2-2 ده شيء كويس جدا وشيء ايجابي جدا، انا لا انتقده ومبسوط، وهي دي روح الاهلي وكل حاجه. انما روح الاهلي انك تستمر لحد لما الحكم يصفر وتجري تجيب الكوره من الشبكه وتروح ما تضيعش وقت في الاحتفال، انا الاهلي ما احتفلش بتعادل، هي دي الفكره. يعني هو انا كنت حابه اخش التفاصيل تانية بس هم للاسف بيقولوا يعني الوقت بيجري، ولكن انا هختم معاك برضو استاذ خالد برؤيتك لما هو قادم، ولو في ثواني انا بتكلم عن الاهلي مش المنتخب، يعني الاداء ادينا شفناه سواء في الماتشات اللي فاتت او بالامس، يعني فيما هو قادم رؤيتك كده او تحليلك للسيناريوهات اللي بتحصل دلوقتي هتستمر؟ حصلت قبل كده في البطوله اللي احنا خدناها، الماتش ده ماتش بلاتينيوم كنا ادينا مباراه ولا أسوأ وأسوأ من اللي احنا كنا فيها امبارح، انما احنا الحمد لله دلوقتي احنا كنادي اهلي بننتقد ان احنا خلصنا وتأهلنا قبل نهايه دوري المجموعات بجوله، في حين ان في فرق تانية لسه ما اتأهلتش وبتحتفل او بتحتفل. دي رساله طمانينه حلوه جدا. طبعا ده احنا بنقول كده عشان عايزين الاهلي احسن وافضل، صحيح. انما النادي الاهلي ما ننساش النادي الاهلي تأهل قبل نهايه دوري المجموعات بجوله. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه واحنا قاعدين كده بندردش معاك وبنتجاذب اطراف الحديث ما نبقاش واقفين عند نفس السلبيات اللي عمالين نتكلم فيها كل لا مره، نشوف بقى تغيير بقى يا هي اكسلانت. بتتغير وهتتغير ان شاء الله. نورت الدنيا يا خالد، نوركم دايما بصورك. دايما منورين، نورنا، ولسه في حاجات كتير على فكره الاسبوع الجاي. ايوه ان شاء الله تكون معانا الاسبوع الجاي، وكمان يعني نحلل بشكل كمان يعني عارف كل الاجواء اختلفت، انا ان شاء الله واثق ان ادائنا هيكون مختلف قدام سيمبا باذن الله. يا مساعد بشكر حضراتكم وبعتذر مره تانية على صوتي، ان شاء الله بكره يبقى افضل، يعني النهارده الحلقه انتهت. اتفضل اشوفكم على خير بقى بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين، حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، صباح الفل عليكم، اتفضل.